تمرين جدار لاحقية بحيث جيلي 2 تساوي 6. إن السؤال الأول بين أن جيلي إكس تساوي 3 إكس. السؤال الثاني احسب صورة ناقص واحد. ثم السؤال التالي حدد العدد الذي صورته 12 بالدالة جي. ديتيرميني لو نومبر دون ليماج إي 12 بار لا فونكسيون جي. دليل الإجابة عن السؤال الأول يجب أن نحسب معامل الدالة جي. إذا لدينا جي دالة خطية يعني أنها تكتب على شكل جي دو إكس تساوي أ إكس، و معامل الدالة فهو يساوي جي دو إكس يعني صورة إكس على إكس. باستعمال جي لي 2 على 6 نحصل على أن أ تساوي جي لي 2 صورة 2 على 2 يعني أن أ إذا لدينا صورة 2 فهي 6 مقسومة على 2 تساوي 3. إذا جي لي إكس تساوي 3 إكس. بالنسبة للسؤال الثاني لنحسب صورة ناقص واحد بالدالة جي. إذا لدينا أولا الدالة جي دو إكس تساوي 3 إكس، ثم نعوض مكان إكس بناقص واحد فنحصل على 3 ضارب ناقص واحد. إذا 3 ضارب ناقص واحد فهي تساوي ناقص 3 بصورة ناقص واحد فهي ناقص 3. ثم بالنسبة للسؤال الآخر لكي نحدد العدد الذي صورته 12 بالدالة جي يجب أن نحل المعادلة التالية. إذا المعادلة فهي جي دو إكس تساوي الصورة فهي 12. إذا لدينا جي دو إكس فهي 3 إكس تساوي 12 يعني أن إكس يساوي 12 على 3. إذا إكس يساوي 4 ومنه العدد الذي صورته 12 هو 4.